هذا سائل يقول: معلم قال لطلابه هذه الأقوال: أولا، إن الله استوى على عرشه من غير مماسة ثم تراجع، وقال: أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبس وتولى ثم تراجع، وقال: ونسب أيضا لشيخ الإسلام القول بالتسلسل ثم تراجع، وهكذا عدة أخطاء ويتراجع، فهل يدرس عند مثل هذا الشيخ؟ هذا مشكك، هذا يشكك الناس في أمور عقيدتهم، ولا يجوز أن يدرس عنده ولا أن يتلقى العلم عنه، لأن هذا من أهل الضلال، يشكك الناس ويظهر عقيدته الباطلة، فإذا رأى الناس استنكروا عليه أظهر التراجع، خديعة. ألا يجوز قبول هذا الشخص ولا التتلمذ عليه، ويجب الحذر منه.